في حصيلة لنشاط أمن ولاية بسات تم تسجيل عدة مخالفات وقضايا تتعلق بالاتجار والتهريب تكشف عنه الملازم الأول للشرطة. في إطار حماية الأشخاص والممتلكات ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها، سجلت مصالح أمن ولاية تبسة 6012 قضية تورط فيها قرابة 6293 شخص، من بينهم 159 امرأة و202 قاصر و69 أجنبي. من بين القضايا المسجلة أيضا 2464 قضية متعلقة بالجنايات والجناح ضد الأفراد، و2557 قضية متعلقة بالأموال والممتلكات، والباقي متعلقة بجرائم اقتصادية والتزوير والاستعمال المزور والرشوة والمخدرات. فيما يتعلق بالتهريب فقد سجلت مصالح أمن ولاية بسة 93 قضية تورط فيها 141 شخص، أين تم حجز أكثر من 14 ألف لتر من الوقود وألبسة وأقمشة ومواد غذائية مختلفة الأنواع، وكذا مواد تبغية ومشروبات كحولية، حيث قدرت السلع المحجوزة بحوالي 30 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 52 مركبة منها 8 شاحنات وجراران. أما فيما يتعلق بالمخدرات فقد تم تسجيل 328 قضية تورط فيها أكثر من 490 شخص، وحجز ما يفوق أكثر من 40 كيلوغرام من المخدرات و26373 قرص مهلوس.